السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف أو الناظم رحمه الله تعالى بعدما انتهى من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ذكر بعض الأصول التي هي في الواقع مندرجة تحت هذه القاعدة العظيمة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ذكر مجموعة أصول، والأصل يطلق على الدليل ويطلق على القاعدة المستمرة. على الدليل مثلا يقال: الأصل في فروض الوضوء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. الأصل في كذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا. والقاعدة المستمرة المعروفة التي هي من جملة يعني ما نذكره في باب القواعد الفقهية: الأصل في العبادات التوقف والتحريم والبطلان، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة. قال هنا مجموعة أصول، ذكر أولا الأصول التي هي الأصل فيها الإباحة. قال: والأصل الطهارة. قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في مياهنا، الماء هو هذا الجوهر السيال الرقيق الذي خلقه الله عز وجل لنا وجعله طهورا ونزله طهورا وتطهيرا. الأصل في مياهنا الطهارة، فالأصل في الماء الطهارة. ولذلك جاء في المسند والسنن وعند مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة قال عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولذلك مياه البحار ومياه الأنهار ومياه البرك والعيون والغدران، هذه كلها طاهرة. هذا الأصل في الماء، ولا يجوز أن ينقل هذا الماء من طهوريته إلى وصف آخر إلا بيقين. ولهذا الغدران التي في الصحراء أو البرك، هذا الأصل فيها الطهارة. وقد ترد هذه الأحواض والبرك والغدران، تردها السباع والطيور وشيء من هذا القبيل، فلا يجوز أن يحكم على الماء بغير الطهارة إلا إذا تغير طبعا لونه أو ريحه بنجاسة فيه. ولهذا جاء في سنن ابن ماجة من حديث ابن عمر بإسناد مختلف فيه، لكن الإجماع منعقد على معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ولذلك أنت الآن إذا جئت إلى ماء تريد أن تتوضأ به أو تغتسل، تتوضأ منه أو تغتسل مثلا، ولم ترى فيه شيء مما يدل على نجاسته، فالأصل أنه طهور. ولا يجوز لك أن تسأل، لأن هذا السؤال تعنت وتشدد. ومن هذا المياه المتغيرة بالطاهرات، مثل الآن ما يحصل في بعض البيوت من الصدأ الموجود في بعض المواسير المياه وكذا، هذه تبقي الماء على طهوريته، لا يسلب الطهورية لمجرد وجود بعض الصدأ أو تغير الرائحة بطاهر مثلا. ولهذا يبقى الماء طهور،
يبقى الماء طهور. الأصل في مياهنا الطهارة. متى ينتقل من الطهورية إلى النجاسة؟ على قول من يذهب إلى أن القسم ثنائية، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه، بنجاسة وقعت فيه. والفقهاء لهم بحث في كتب الفروع فيما يتعلق بمسألة القلتين، وهي حد لمسألة معرفة قليل الماء وكثير الماء. والأصل في مياهنا الطهارة. ثم قال: والأرض والثياب والحجارة. كذلك الأرض، الأرض طاهرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل في الأرض أنها طاهرة، والإنسان يصلي على أي مكان، ويتيمم أيضا على التراب وعلى الرمل وعلى غير ذلك مما هو على وجه الأرض. والأصل في مياهنا الطهارة. والأرض، فالأرض الأصل فيها الطهارة، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على نجاسة الأرض دليل، ما عنده دليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمم على الأرض، والصحابة يتيممون على الأرض، فإذا وقعت نجاسة على الأرض فإن الأرض لا تنجس، وإنما تنجس البقعة التي وقعت فيها النجاسة، البقعة التي وقعت فيها النجاسة. وتطهير الأرض يكون بأمور منها إراقة الماء عليه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وفي لفظ سجلا من ماء. هذا تطهير له. كذلك اقتلاع عين النجاسة من مكانها بحملها ورفعها، أو أن تزول بالشمس مثلا أو بالهواء، فإذا زالت عينها بالشمس أو بالهواء طهرت. والأصل في مياهنا الطهارة. والأرض. ثم قال: والثياب. الأصل في الثياب الطهارة، سواء كانت ملبوسة أم جديدة، وسواء كانت من بلاد المسلمين أم من بلاد غير المسلمين، وسواء كانت مما تلي جسم الإنسان أو عورة الإنسان، أو مما يلبس ظاهرا. هذا كله الأصل في الثياب الطهارة. قد لبس النبي عليه الصلاة والسلام اللباس الذي أهدي إليه، المقوقس ملك الإسكندرية أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، ومن جملتها ثياب فلبسها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الثياب اليمانية التي تأتي من اليمن قبل دخول الإسلام إلى اليمن. ولهذا الأصل في الثياب الطهارة، ولا يجوز الحكم على الثياب بالنجاسة. اختلف العلماء في ثياب غير المسلمين إذا كانت مما تلي عوراتهم، وهي روايتين عن الإمام أحمد. الرواية الأولى عدم جواز لبسها لأنهم لا يتوقون من النجاسة، والرواية الثانية الجواز، لأن الأصل أن الثياب طاهر. لكن العلماء يقولون إذا كانت الثياب جاءت من المشركين الذين لا يتحرزون ولا يتوقون النجاسات، فبالنسبة لثيابهم التي تلي عوراتهم الأفضل غسلها، إلا إذا رأى بعينه النجاسة. إذا رأى بعينه النجاسة لا يجوز. أما إذا كان مجرد ألبسة، قالوا الأفضل خروجا من الخلاف. ماذا؟ خروجا من الخلاف غسلها. والآن أغلب الناس ما يلبسون الثياب الملبوسة، يلبسون الثياب الجديدة. والأرض والثياب. ولهذا الثياب هذه تلبس ويصلى بها، إلا ما نص الدليل على حرمته، مثل الحرير بالنسبة للرجال. النبي عليه الصلاة والسلام حرم لبس الحرير على الرجال، لكنه ليس بنجس، الحرير ليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن به للضرورة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة كانت بهما، لحكة كانت بهما. والأرض والثياب والحجارة. الأصل في الحجارة أيضا الطهارة. وذكر الحجارة هنا من ذكر الخاص بعد العام. أين العام؟ الأرض. والحجارة من الأرض، لكن لعل الناظم رحمة الله عليه أراد ما يتعلق بالاستجمار. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن كما في حديث ابن مسعود أنه
أمره بأن يأتي له بثلاثة أحجار، قال فأتيت له بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس يعني نجسة. وأما الحجارة فاستجمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا الحجارة طاهرة، الحجارة طاهرة كذلك. وأيضا ممكن أن يتيمم عليها لأنها من جنس الأرض، صعيد الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما كان على وجه الأرض. إذن والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وهذا يدلنا على محاسن هذا الدين العظيم، وأنه جعل في هذه الأشياء التي يحتاجها الناس جعل الأصل فيها الطهارة، لأن الناس لو قيل لهم بأنها نجسة وقعوا في عنة وضيق وشدة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. ثم انتقل إلى المحرمات من حيث الأصل، وأنها لا تباح إلا بدليل، إلا بنص. هذا الآن الأصل في الأشياء الطهارة قبل قليل في أشياء محرمة، وإذا نظرنا إليها نجد بأنها جاءت لحكمة، وذلك فيما يتعلق بالأنساب، فيما يتعلق بالغذاء الذي يدخل على الإنسان، لأن هذا يؤثر في طبعه ويؤثر على طيب قلبه وروحه، وكذلك فيما يتعلق بعصمة الأموال، عصمة الأموال بالنسبة للناس، لأن طبيعة النفس البشرية مجبولة على محبة المال وعلى الحرص على الحصول عليه ولو بطريق الغلبة أو التغلب، هذه طبيعة. لكن لما يفهم المسلم بأن الأصل في الأموال الحرمة يمتنع. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصومة. الأصل في الأبضاع، الأبضاع جمع مفردها بضع، وهو الفرج، وهو الفرج، هذا المعنى، ويقصد به النكاح، يقصد به النكاح. ولذلك الأصل في الفروج الحرمة، ولا تباح إلا بدليل، ما تباح إلا بدليل. ولهذا الإنسان الآن إذا أراد يصنع يذهب ويخطب ويتقدم ويبذل المهر، ولا بد من رضا الولي وموافقة الولي، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، ولو كان الأصل فيها الإباحة لاختلطت الأنساب، ولما عرف الناس آباءهم، ولدخل على الناس شر عظيم. ولهذا الأصل في الأبضاع التحريم. على هذا ذكر الفقهاء مجموعة مسائل، يعني منها طبعا ما جاء في ذكر المحرمات من النسب، والمحرمات بالرضاعة، والمحرمات بغيرها. ومن جملة ذلك قالوا لو أن امرأة أرضعت بنتا وفي مكان محصور، يعني أرضعت بنت من عائلتها لكنها جهلت هذه البنت، ما تعلم من هي، حرم على ابنها أن يتزوج بنات البنات اللي من أقاربه، وذلك صيانة للأبضاع، صيانة للأعراب. وإذا كانت محصورة في قبيلة أو في عائلة مثلا أو في حي أو منطقة مثلا، لكن إذا كانت في بلد واسع مثل في الدولة، يعني امرأة قالت والله أنا أرضعت بنت في سنة من السنوات في هذه الدولة وما أدري وين، في أي مارة، في أي مدينة، من العلماء من يقول يحرم عليه نساء هذه الدولة كاملة أو هذا الإقليم، لكن الراجح من قول أهل العلم وهي ندخلها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، بأنه يباح له أن يتزوج من نساء هذه الدولة، لأن هذا يشق عليه، شق عليه ما يمكن. ولهذا يعني ذكروا هذا المثال، والقصد والأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. كذلك لو أن رجلا طلق إحدى نسائه ولم يعلم من هي، اختلف العلماء، فمنهم من ذهب إلى أن نساءه يحرمن عليه، يعني عنده أربع نساء وطلق واحدة منهن، قالوا يحرم عليه جميع النساء لأنه ما علم من هي، قال طلقت امرأة من نسائي وما أدري من هي، تصور هذا، ها؟ إيه لأنك ما تزوجت، إيه ما تزوجت يا أحمد، يتصور، ما هو بشرط يطلق زوجته قدامها مثلا أمامها، طلق ونسي، قالوا يحرم عليه.
والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من القرعة، استعمال القرعة، وسيأتي معنا في آخر المنظومة ذكر مسألة القرعة. فيقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها طلقت. هذا هو الراجح، لأن هذا أيضا ندخله تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. والأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم المقصود فيها الذبائح، المقصود الذبائح. وأما الأطعمة فالأصل فيها الحل والجواز والإباح، أما الذبائح فالأصل فيها التحريم حتى يعلم جنس المذبوح هذا، وأيضا المذكي من هو، المذكي من هو. لكن عندنا نحن مسألة، وهي أن إذا كان غالب أهل البلد مسلمين أو أهل البلد كلهم من المسلمين، فالأصل في ذبائحهم الحل والجواز والإباحة، لأنهم لا يذبحون إلا ما أحل الله من بهيمة الأنعام وغيرها. وكذلك المذكي يكون مسلما وأيضا يلتزم بالشروط، شروط الذبح. لكن إذا كان هذا اللحم أتى من جهة غير مسلمة مثلا ولا يعرف كيف ذبحت، مثل ما يحصل الآن في بعض البلاد من الصعق الكهربائي أو الخنق مثلا أو شيء من هذا القبيل، القتل قبل الذبح، فلا يجب على الإنسان أن يمتنع عن هذه اللحوم ما دام أنه تيقن أو غلب على ظنه أو اشتهر عنهم بأنهم يقتلون الذبيحة قبل يعني سلخها أو كذا، هذا لا يجوز. الأصل في اللحوم الذبائح هذه التحريم حتى يتأكد. أما إذا تردد ما يدري فالأصل الحل. ولذلك جاء في الحديث، حديث عائشة قالت يا رسول الله يأتينا لحمان وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. أما إذا تيقن فلا، اللحوم، لأن الطعام هذا له تأثير على الطباع والأخلاق والسلوك، فلهذا الشريعة أمرت بأكل الطيبات. والنفس والأموال للمعصوم، الأصل في الأنفس العصمة والحرمة، وهذه تشمل أنفس المسلمين وأنفس غير المسلمين إلا المحاربين، إلا المحاربين، لأن غير المسلمين على أربعة أقسام: الذمي والمستأمن والمعاهد والحربي. الذمي والمستأمن والمعاهد نفسه معصومة مثل نفس المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، والذمي مشرك غير مسلم، لهذا تتساوى أنفسهم مع أنفس المسلمين. ولهذا الأصل في النفس البشرية العصمة، ولا يجوز الاعتداء على الناس بالقتل إلا بدليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه الثلاثة من يتولاها؟ إمام المسلمين، الحاكم، السلطان، يعني رئيس الدولة. أما أفراد الناس وآحاد الناس يحرم عليهم أن يباشروا إقامة الحدود هذه، خاصة ما يتعلق بسفك الدماء، وإنما هذه للدولة، لولي الأمر. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، قصاص هذا، ولكم في القصاص حياة، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا الأنفس هذه معصومة، وسفك الدماء يأتي من حيث خطورته بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. ولهذا قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، خمس عقوبات. ولهذا الأصل في الأنفس العصمة، ولا يجوز سفك الدماء بغير وجه حق. وذكرنا يعني المسائل المستثناء هذه.
وللأسف الشديد يعني هناك من يستهين بالدماء يعني بسبب غضب يغضب ثم والعياذ بالله يقدم على قتل آخر وشيء من هذا، هذا محرم والعياذ بالله. ولذلك من أعظم الورطات، أعظم الورطات سفك الدم الحرام، أعظم ورطة يتورط بها الإنسان سفك الدم الحرام. قال والنفس والأموال للمعصوم، والأموال فالأصل في الأموال العصمة. ولذلك من ضروريات، من الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة حفظ الأموال. فالأموال يجب حفظها من جهة الوجود ومن جهة العدم، من جهة الوجود ومن جهة العدم، ولا يجوز الاعتداء على الأموال. ولما كانت كما ذكرت النفس البشرية مجبولة ومطبوعة على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما، جاءت الشريعة فحرمت أخذ المال بغير وجه حق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل، يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وبالنسبة لأخذ الأموال يكون بصور، منها السرقة والنهب والغصب والغش، مثلا غش الناس، وأيضا غير ذلك. يعني صور أخذ المال بغير وجه الحق كثيرة جدا. ولهذا الأصل في مال الإنسان العصمة، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على آخر على مال الآخرين. والمال ليس هو النقود والدراهم فقط كما يفهم الناس من أول ما يذكر المال. السيارة مال، اعتداءك على سيارة الجار أو الطريق هذا مال، بهيمة الأنعام مال اللي يملكها الإنسان، ثياب الإنسان مال، كل ما هو يتمول فهو مال، كل ما هو متمول فهو مال. ولذلك ما يجوز إلا كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو مثلا الهبة. ولذلك الشريعة لما جاءت بعصمة الأموال فتحت الطرق إلى بذل المال، سواء على عن طريق المعاوضة البيع والشراء، أو على طريق عن طريق غير المعاوضة الهبة، الهبات والهدايا وغير ذلك. وهذا يبحث في كتب الفروع. قال رحمه الله تعالى تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذه كلها الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، للمعصوم كلها محرمة حتى يجيء الحل. وهل هناك نفس غير معصومة؟ الجواب نعم، مثل النوع الرابع اللي ذكرناه وهو المحارب. المحارب هذا نفسه غير معصومة لأنه محارب، هذا مقاتل لك. كذلك من الأنفس غير المعصومة اللي الثلاثة اللي جاء ذكرهم في الحديث الشريف، وأيضا البغاة، البغاة الخارجون على الإمام، والخوارج كذلك للإمام أن يقاتلهم. هذا كله مما هو معروف في كتب الفروع وكتب الفقه، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة. قل جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والخوارج أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتاله، أمر بقتاله وقال شر قتلى تحت أديم السماء، هؤلاء أيضا يدخلون فيها. والأموال الأصل فيها ماذا؟ العصمة، العصمة. لكن إذا يعني تحل هذه الأموال بطرق، تحل هذه الأموال بطرق، منها إيش؟ البيع والشراء، ومنها كما ذكرت ما يتعلق بالتبرعات عموما، مثل الوصية والهدية والهبة، هذه كلها ليس في مقابلها ثواب. وأيضا قد تحل أحيانا بالجبر، بالحجر، الحجر على مال المفلس مثلا، يقوم الإمام، يقوم القاضي فيبيع أموال المفلس هذا حتى يسدد الغرماء، هذا جائز. فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يمل عليك ويملى عليك، مثل ما قال جل وعلا فليكتب الذي يملل عليه الحق، فليملل الذي عليه الحق، فليملل الذي عليه الحق. فافهم هداك الله،
وهذا فيه تلطف منه رحمه الله تعالى بالدعاء لطالب العلم، افهم هداك الله ورعاك الله ووفقك الله ما يمل عليك، يعني ما يذكر ويكتب. ثم قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وهذا أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية، أنها جعلت الأصل في العادات الإباحة، والعادات مأخوذة من العود، العادة مأخوذة من العود يعني الذي يتكرر، مثل العيد، العيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، كذلك العادة، العادة مأخوذة من العود وهو التكرار. ولهذا يقول بعض العلماء بأن العادة هي الطبيعة الثانية، العادة هي الطبيعة الثانية، ولكل يعني قوم عادة. والعادات على نوعين: عادات عامة وعادات خاصة. العادات العامة التي قد يشترك فيها أهل الناحية والإقليم عادات عامة، هناك عادات خاصة، هناك عادات عند مثلا العلماء، عند العلماء وعند الكتاب مثلا الذين يكتبون مثلا عادات. ولهذا الأصل في العادات الإباحة، يعني مثلا ألبسة الناس الآن الأصل فيها الإباحة، لماذا؟ لأنها من العادات. شوف الآن الدول تختلف من حيث اللباس، في ناس يلبسون البنطال والقميص، في ناس يلبسون الثياب، وفي ناس يلبسون الأزر والأردية، واضح؟ وهذه عادات، لا يجوز لإنسان أن يقول لا بد أن نلبس مثل ما كان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام. العمائم تيجان العرب مثل ما يقولون، هذه كانت المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الإنسان أن يتقصد الآن لبس عمامة يقول لأن الرسول لبسها، لأن العادات اختلفت، هذه عادات، وما عندنا دليل أبدا على أن لبس العمامة فيه أجر وثواب، ما في، هذه من جملة اللباس. كذلك السلام، طريقة السلام بين الناس، شوف بعض الناس الآن يسلم بالمصافحة، وبعض الناس يسلم بالمعانقة، وإن كان لها أصل في السنة، لكن هناك طرق أخرى مثل المخاشم مثلا، وضع الأنف على الأنف عادة ما فيها شيء، تقبيل رأس الكبير مثلا، تقبيل يد الكبير مثلا، قول صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير بعد السلام، هذا كله جائز، عادات. العادات في الأكل، بعض الناس يأكل على الطاولة وبعض الناس يأكل على الأرض، ما في شيء، عادات. العادات في طريقة، في الطريقة أيضا تناول الطعام، بعض الناس يأكل بيده ويستعيب أن تأكل بملعقة، وبعض الناس على العكس شوكة وملعقة، ما في شيء، عادات، هذه عادات. وعادات الناس في ترتيب بيوتهم ومنازلهم، تنبهوا لهذا، لأن من الناس من قد تزل قدمه بهذا فيضيق على الناس واسعا، يضيق على الناس واسعا، فهذه عادات. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني إذا جاء شيء يصرف هذه الإباحة إلى التحريم أو إلى الكراهة نأخذ بماذا؟ بالنص، نأخذ بالنص. يعني مثلا الأصل في مسألة السلام يعني له ارتباط في الشرع لكن من حيث الطريقة، لكن لو جاء شخص وانحنى لآخر ما يجوز، لأن النص حرم ذلك. قالوا يا رسول الله أينحني له؟ قال لا، قال لا ما ينحني له، واضح؟ طيب الألبسة مثلا، الرجل جاء ولبس الذهب نقول حرام، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لباس الذهب على الرجال، على الرجال، واضح؟ كذلك يعني مسائل كثيرة في العادات، يعني إذا جاء نص يمنع هذه العادة وجب الأخذ بالنص وتترك هذه العادة، وإلا الأصل في الناس في العادات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز حتى يجيء الشيء الذي يصرفه عن أصله. والعلماء ذكروا مجموعة ضوابط فيما يتعلق بالعادات، أن تكون هذه العادات طبعا معمول فيها ولم تنقرض مثلا العادة، لأن هذا يترتب عليه أيضا أحكام في مسائل الألفاظ، في مسائل النفقات، في مسائل حتى في التقاضي، القاضي ينظر أيضا إلى المعمول به عادة، يعني مثلا الآن تقديم المهر وتأخير المهر مقدم ومؤخر عادة، لكن العلماء قالوا بالجواز من باب التيسير، تيسير على الزوج. كذلك لا تكون العادة مصادمة لنص، يعني لو كان أهل بلد مثلا عادة نسائهم التبرج مثلا، والله هذه عادة نشأوا عليها، نقول هذا ما يجوز لأنها مصادمة للنص مثلا، أو مثلا أهل بلد
يعني يقدمون للضيف شيء محرم كالخمر مثلا أو شيء مثل الدخان، يقول والله هذه عاداتنا، نقول هذا ما يجوز لأنه مصادم لي النصوص الشرعية، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه القاعدة عظيمة جدا كما ذكرت، تدل على محاسن هذه الشريعة وعلى أنها جاءت فراعت الجوانب، جوانب الفطرة الإنسانية. لأن الناس لو قيل لهم الأصل في العادات المنع دخلوا في ضيق وحرج، بخلاف العبادات اللي سيأتي معنا البيت الذي بعده، العبادة الأصل فيها المنع والتوقف والبطلان، لأن لو كان الأصل في العبادات الإباحة ما صار دين، كل واحد ينشئ دين لوحده. لكن الشريعة منعت من إحداث الشيء في الدين ولو يسير. أما العادات لا، فالأصل فيها الحل والجواز إلا ما جاء الدليل، وكذلك المعاملات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.